صباح الخير مشاهدينا الأعزاء، من خلال جولتنا الصباحية من خلال برنامج يوم جديد اليوم راح تكونوا معنا في جولة في أحد المواقع الأثرية الدينية المهمة داخل منطقة أم رصاص. طبعا مشاهدينا الأعزاء، إحنا الآن متواجدين في هذا الموقع يسمى مجمع الكنسي. راح نتعرف على هذا المكان مع الأستاذ عيسى حنا من مديرية آثار مادبا. صباح الخير، يعطيك العافية. نور، أهلا وسهلا فيك. بنحب نعرفك بالموقع. طبعا في عندنا المجمع الكنسي ويحتوي على طبعا اللي هو 4 كنائس، اللي هي كنيسة القديس ستيفانوس وكنيسة سيرجوس، كنيسة الكورتيات اللي هي الساحة، وكنيسة الإدوكيلا. طبعا هذه بنيت في الفترة العباسية، والفترة العباسية في ذلك الوقت طبعا هي فترة تأخي الإسلام المسيحي، فترة السماح ببناء الكنائس وممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية. وتعتبر كنيسة القديس ستيفانوس من أشهر المعالم الموقع، لأنها تعتبر خارطة تصويرية تصور الجانب الفلسطيني وأسماء المواقع الفلسطين، وعندنا الجانب الأردني اللي هي مناطق بالأردن، وعندنا الحزام النيلي. وهي دلت على شيء تدل على عبقرية الإنسان بجمالها، بالرسومات اللي موجودة فيها من صور حيوانات وأشجار وكتابات بأسماء الكهنة والرهبان اللي خدموا المنطقة. وطبعا الموقع يحتوي على 14 كنيسة وبرج. مستمرين معكم مشاهدينا الاعزاء من داخل موقع ام رصاص الاثري، والان معنا مدير مديريه اثار مادبا السيد باسم الحميد. صباح الخير اخي باسم. يعني حبيت تحكي لنا كموقع اثري اهميته، وايضا موقع تحديدا وين؟ موقع ام الرصاص من ناحيه الموقع الجغرافي، نحن نستطيع الوصول لام الرصاص من اكثر من طريق، وهذا اعطاها ميزه واعطاها كمان غنى وخلاها حركه سياحيه كمان جيده. ام الرصاص تستطيع الوصول اليها طبعا من طريق سلوكك، من طريق مادبا مثل وادي النيل وصولا الى ام الرصاص، او من الانطاف يمينا من طريق الصحراوي اللي مر لقريه الساليه والرامه وصولا لام الرصاص، وايضا تربط مع مواقع مثل موقع ديبان الاثري، اذا تستطيع الوصول اليها ايضا كمان من الطريق الصحراوي لديبان، وبتربط كمان مع مواقع اثريه مثل موقع اللاهون. اذا هي بتتميز بموقع جغرافي غني، وهذا اللي خلى كمان الرومان والبيزنطيين يختاروها كموقع للسكن وللسيطره. احنا اختيار ووضع ام الرصاص على الخارطه السياحيه للاردن بشكل عام، لمدينه مادبا، جاء على انه بدنا نعمل منتج جديد للسياح في مادبا. ميز ام الرصاص انها مدينه بيزنطيه متكامله، هذا خلاها تكون اضافه للسياحه الدينيه والسياحه الثقافيه اللي بتيجي لمدينه مادبا. احنا في عندنا مشاريع بتاخذ اكثر من شق. في عندنا مشاريع اللي هي تأهيل وتطوير الكادر اللي أصلا هم من أبناء المجتمع المحلي من مدينة الرصاص، من ناحية تدريبهم وتأهيلهم يكون هم قادرين على إدارة الموقع، من ناحية الصيانة، من ناحية الترميم، من ناحية إدارة الموقع كإدارة سياحية أو كإدارة تشغيلية للموقع. المشروع الثاني هو تطوير اللي هي المنتجات المحلية، تطوير المجتمع المحلي وشراكة المجتمع المحلي في إدارة الموقع. وبناء عليه تم عقد دورة تدريبية لجمعية سيدة أم الرصاص، اللي هي بتعمل على موضوع من السوفينير اللي تتقدم للسائح، عملية الباكجين، عملية التسويق، فكان كمان أيضا مشروع من المشاريع الداعمة لأهل المنطقة. طبعا إحنا في عنا صيانة دورية للمواقع، وفي عنا الحفاظ على نظافة الموقع، في عنا كادر ممتاز في الموقع، هم الكادر القائم على ترميم وصيانة الموقع.